وهلا وين بدنا نروح؟ والله ما بعرف، بس أكيد على البيت ما فينا نرجع. وغراضنا؟ غراضنا العوض بسلامتك، بدك تنسيهم، لأنه إذا رجعنا على البيت أكيد منلاقي حدا عم يستنانا، مستحيل يتركوا البيت بدون مراقبة. طب والحل؟ والله ما بعرف، المشكلة إنه كمان على الأوتيلات ما فينا نروح، أكيد إذا رحنا على أوتيل رح يعرفوا، ممكن يلقطونا. خلص لكان نرجع من هون ليلة تانية حلوة، ما معجبة بالله. شو ما قلت لك منفصلة عن الواقع ومجنونة؟ بس أنا فيك لقيت الحل. وشو هو الحل؟ استأجر بيت، ما عم نحطه لا باسمك ولا باسمي. هي فكرة حلوة، بس باسم مين بدنا نحطه؟ أنا بعرف، مشي لقلك. لوين؟ طعمي. فيك تسامحني جو؟ من بعد التجربة البشعة اللي عشتها اكتشفت انه كنت عايشة بكذبة كبيرة، كنت عايشة بوهم. عايك بطل بدي شيء، بدي بس اعمل عائلة. انا شفت الويل جو، كل العالم حربتني. الحرب دي المفروض انها تقويك مش تضعفك. 9 شهور حمل كافيين ان يتصنع فيهم اكتر من 10 فنانات يقضوا عليكي تماما. وانا شخصيا ما عنديش استعداد انك تهدي كل اللي انا بنيته. يعني انت بتعتبر انه اذا بدي اجيب بيبي واعمل عيله بكون عم بهد كل شيء عملته؟ ما تعملي عيله ما حدش حايشك، بس بعد ما ترجعي تقفي على رجليك تاني، وبعد ما نعدي الازمه المعنويه والماديه اللي احنا بنمر بيها دي، اعملي اللي انت عايزاه. لمين بدك تدق هلا جو؟ الو ريان، حدد لي موعد مع الدكتور تمام. لا لا لا، مش كشف، عملية إجهاض. بس أنا ما بدي نزل البيبي. أنت مش طلبت إن أنا سامحك؟ عم تظلمني، عم تظلمني كتير. بالعكس، ده أنا بقويكي. مدام ياسمين ما تخرجش بره باب الفيلا. حاضر مسيو. وما فيش حد يدخلها. حاضر مهما كان مين. حاضر.